الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزيدكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. يتلو عليهم آياته ويزيدكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل في ضلال مبين. هي ذكرى مولد فخرنا الكائن وتمن مكارم الأخلاق حتى أشرقت لهم الحياة واطلع البدر فيهم. هذا سيدنا، هذا سيد الدنيا جميعنا، وإذا صاحب الفتح المبين.